وجه محافظ كركوك ركان الجبوري رسالة إلى المكون المسيحي في المحافظة مؤكدا ضرورة إنصافهم. من جانبه شدد المطران يوسف تومان على وحدة الصف العراقي والحفاظ على تنوعه، مبينا أن كركوك أنموذج للمجتمع العراقي. احنا رسالتنا أنه لا يمكن إنصاف مكون بالكلام، إنصاف المكون يجب أن يكون بالعمل، إنصافهم بأنه يجدون الحرية ويجدون حقوقهم مصانة ويجدون حريتهم مصانة ويجدون أمنهم أيضا بنفس الوقت. هذا يشد أواصر العلاقات في كركوك، وتبقى كركوك نموذج للتآخي وللتنوع والاختلاف، أبدا ما هو سبب للخلاف. إحنا في كركوك نشعر بحب هاي الأرض. إذا مكون يترك مكانه مثل شجرة تقلع من مكانها يصير تصحر. فأنا أتمنى فعلا أنه هذا التنوع الموجود في كركوك يبقى.